الاهلي يلعب وسموحه يتقدم بهدفين مقابل لا شيء في شوط اول مثير وقوي جدا من جانب النادي الاهلي. فريق سموحه دخلت في المباراه بعد 30 دقيقه تقريبا. للاسف الاخطاء الدفاعيه بالنسبه لنا كانت قاتله. ولكن على الناحيه الثانيه ان النادي الاهلي وصل اكثر من 8-9 مرات لمرمى الهاني سليمان. كان في سوء حظ غريب جدا في من القائم في كورتين لمحمد شريف وقفشه، وكان في هجمات او فرص ضائعه بالجمله من النادي الاهلي. في اعتقادي من افضل اشواط النادي الاهلي الفتره الاخيره. الشوط الثاني محتاج تعديل، محتاج وقفه صح ورا، محتاج استثمار الفرص اللي بتجيلنا قدام مرمى الهاني سليمان. هنروح لفاصل ونرجع نشوف اراء محللنا الفنيه في احداث الشوط الاول. ارجوكم انتظرونا. نرحب بيكم مره ثانيه اعزائي المشاهدين. كابتن علاء، شوط مثير. شوط مثير وغريب، واخطاء دفاعيه هنا وهنا. بس فريق كان محظوظ احرز هدفين، وفريق مش محظوظ ضيع كم فرص مش طبيعي. بس ما ينفعش يعني سموحه مقبول يلعب كده، ما عنديش مشكله عند سموحه خالص، لان هو سموحه هو يعني ده اداؤه. لكن انا ما ينفعش العب كده وانا بدافع. هي دي مشكله. لكن انت هجوميا متفوق، الشكل كويس، بتضيع فرص، توصل لحارس المرمى كتير قوي، بس في سوء حظ، في تسرع. لكن انا بعد كده بفكر في الاهم. الاهم يا ايمن ان انا ما اخش فيها جونين، حتى لو اخطاء من 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 من, من لاعبتي ما يخش فيها جونين. في فرص ضاعت كمان، التمركز وحش قوي، الارتداد وحش قوي، المساحات اللي انا خوفتك منها في اول مباراه قلت لك ما ينفعش اسيب، وشاورت لك قلت لك ما ينفعش اسيب المساحات دي والوقت ده اللعيبه دي، لان عندهم لعيبه كوره كويسه. يعني هدف تاني عبد الكريم الوادي لوحده خالص عمل حلو قوي، انفرد جاب جول. هم الثلاثي الامامي عند سموحه بيعرف يلعب كويس قوي، ما تدوش فرصه انه يعرف يجيب جول، وده حصل فينا في الكورتين. لكن انت بتادي هجوميا كويس قوي، لكن دفاعيا لازم ابو تراب كويس قوي دفاعيا. لازم ان شاء الله بدايه الشوط الثاني يبقى في تغيير، ودور على الهدف الاول. انا شايف ان صلاح محسن ما اداش الشوط زي ما انا كنت متخيل. ممكن تبدا بحسين الشحات وتعمل ضغط كويس قوي، لكن تعمل تامين كويس قوي في نص الملعب، ودور على الهدف الاول بسرعه ان شاء الله. ان شاء الله. كابتن اسامه، رؤيتك الفنيه لاحداث الشوط الاول. احنا قلنا ان سموحه جايب 33 هدف في 22 ماتش، يعني هدف ونص. الثلاثه اللي قدام خطيرين، استغلوا الفرص اللي جات لهم. بعكسنا احنا فرص كتير جدا، يعني يمكن اكتر شوط في العشر ماتشات الاخيره مثلا، او الست ماتشات او سبع ثمان ماتشات الاخيره النادي الاهلي يهيئ له فرص دي. دفاع سموحه مش متماسك تماما، وبسهوله جدا النادي الاهلي باي كوره عرضيه، باي كوره اختراق، 1-2، اي حاجه بيوصل للجون، ولكن في عدم استغلال جيد للفرص. انت قلت في سوء توفيق، ماشي، سوء توفيق في واحده اللي هي انهي في واحده. انا في وجهه نظري بتاعت شريف، انا في وجهه نظري بتاعت شريف اللي هي ديانج حطها له واتزحلق وحطها، ما يقدرش يعمل اكتر من كده، ضربت في القائم ورجعت. الباقي كله معظمه تسرع وعدم يعني عدم هدوء وتركيز في الكره. حتى بتاعت قفشه كانت ممكن تبقى مقفوله على الجون شويه، هو حطها كويس بس مفتوحه يعني فتحت. وفي كور بقى تانية فيها استعجال، واحده او اتنين لصلاح محسن شريف لعبها له عرضيه ما تزحلقش فيها، كان ممكن يتزحلق يحطها سابها تعدي قدامه، واكتر من فرصه تانية. فانا شايف ان في حماس واصرار عالي جدا من النادي الاهلي، بس مش عارف يستغل الفرص، بعكس سموحه اللي عنده اخطاء كتيره جدا في خط الدفاع، اخطاء كتيره جدا، ولكن قدر يستغل الجزء الامامي وجاب هدفين. انا شايف النادي الاهلي ممكن بسهوله يرجع ويكسب كمان باذن الله رب لو فضل دفاع سموحه على نفس الحاله دي. طيب حلول الشوط الثاني يا كابتن علي. يعني اللي اتعمل في الشوط الاولاني، ونرجع للكلام اللي اتكلمناه كابتن، اولا تضيع الاهداف اللي ضيعوها اللعيبه دي كله من الايه؟ من التسرع ومن الشد العصبي، صح؟ حتى الباص الغلط اللي اتباصى ورا ودخل فيك اجوال، ده من ايه؟ من التسرع والشد العصبي، فانت مشدود قوي يعني، المفروض اللعيبه تهدى عن كده. يمكن انا بتكلم على انك انت اهدافك انك تروح وتعمل اهداف عشان تغير، انا شايف ان انت بتوصل كتير، انت وصلت جداً. 18 مره او 15 مره، لا تقدر تجيب فيهم
3 4 تجوان تبقى كسبان 4-2 الماتش. فليه ليه كل ده؟ عشان التصرف. صحيح. عشان يعني ايه اللي بيحصل في اللعيبه، الشد العصبيه اللي هم موجودين، نبحث فيها وسامي يبحث فيها وينزل الشوط الثاني يهدي اللعيبه شويه، لان اللعيبه بتروح ولكن ما بتحرصش اهداف. اللعيبه اللي ورا واقفه وبعدين مشدوده عصبيا، ايه الموضوع ليه؟ نبحث فيها، ولو بحثوا فيها في الشوط الثاني هننزل نبقى كويسين. كابتن بلال، سيطره استحواذ فرص ضائعه، ولكن تنقصنا اللمسه الاخيره على المرمى. لا، ينقصنا التركيز فقط لا غير. الاداء الهجومي الحقيقه رائع جدا جدا، هجمات منظمه، في لعيبه كتيره جدا النهارده بتادي بشكل جيد جدا جدا جدا، في كورتين ثلاثه بدلك يعني كان ممكن يعني يتسجلوا اهداف. سموحه راح بخمس فرص سجل هدفين، رحت تقريبا ب 11 فرصه ما سجلتش ولا هدف. التركيز مطلوب يا كابتن ايمن في الثلث الاخير. الحماس حلو جميل جميل انك تبقى متحمس وبتلعب بسرعه وعايز تجيب هدف وعايز تعمل ماتش كويس، لكن التركيز مهم جدا. ما يخلي الحماس المفترض ما يخرجنيش بره تركيز. يعني انت بتلعب كل انت بتبني وبتصنع الهجمات ليه؟ عشان في الاخر تسجل هدف، عشان في الاخر اللمسه الاخيره تجيبها جول، عشان في الاخر وانا عند المرمى ببقى شايف الثلاث خشبات عشان احط الكره فيها. يعني في النهارده ثلاث اربع فرص حقيقيه ما ينفعش ان هم يجوا في العارضه، ما ينفعش. يعني بلغه الكوره ما ينفعش ان هم يجوا في العارضه، مش يعني بص انا بقول لك ايه، على اقصى تقدير يعني على اقل تقدير ما ينفعش يجوا في العارضه، لازم اهداف. صلاح محسن كورتين، محمد شريف كورتين، يعني طاهر محمد طاهر، لعيبه كثيره النهارده. الاهلي بيلعب مباراه هجوميه رائعه على المستوى الهجومي، لكن على المستوى الدفاعي لازم يبقى في حذر اكتر من كده. طرفين بتوعنا على طول قدام، لازم لازم يبقى في مشاركه دفاعيه. محمد هاني وعلي معلول في مشاكل كتيره جدا في الحته الدفاعيه، لازم ندافع بشكل كويس. مش معنى ان احنا بنهاجم كويس يبقى احنا نسيب الاثنين السنتر باكس لوحدهم، كل كوره 2-2 او 3-2. ده حصل الشوط الاول كتير جدا جدا جدا، بتلاقي فرقه سموحه بسرعه بتتحول من الدفاع للهجوم، وده اللي اتكلمنا قبل الماتش، قلنا هم مميزين جدا في التحول. لا، لازم يبقى هدوء شويه في الحته الدفاعيه، تركيز شويه في الحته الدفاعيه. انت عايز تجيب جول بس مش على حساب ان يجي فيه جول ثالث. صحيح، تمام. لازم نركز. اعتقد لو الاهلي استمر بالاداء الهجومي الشوط الثاني على نفس الشوط الاول، اعتقد ممكن يسجل هدف باذن الله. يعني باذن كل توفيق النادي الاهلي ان شاء الله في الشوط الثاني. نروح لفاصل ونرجع لحضراتكم مره اخرى بعد نهايه احداث المباراه. انتظرونا.